compartments of the thigh. شوفوا مثل ما قلت لكم وخلي أوضح مرة الأخ إنه المفروض إحنا نقرأ المحاضرة الثالثة، من المفترض أن نقرأ المحاضرة الثالثة اللي هي الجوينت، بس أني أشوف إن الجوينت هذا نخليها الأخير أفضل، فراح نجي نقرأ هس على الثاي. الثاي راح نقسمه إلى anterior compartment, middle compartment, and posterior compartment. فأول شيء راح نجي نشرح الانتيرير كومبارتمنت اللي هي هذه المنطقة، الانتيرير كومبارتمنت اللي هي هاي، وبعد راح نجي نشرح الميديال كومبارتمنت، وبعدها بالاخير بوستيرير كومبارتمنت. تمام، خوش حاجة. المفروض ندرس هاي المحاضره، المفروض نعرف عده اشياء، نعرف العضلات مال الانتيرير كومبارتمنت، الانتيرير فيشل كومبارتمنت اوف ذا ثاي. مثلا عندنا السارتوريوس، وعضل اسمها الياكس، وعضل توس، هاي تلفظ توس الفيما تلفظ، والبكتنيس، والكوادريسبس كوادريسبس. وبعد ايش نعرف؟ نعرف الفيمورال ارتري والفيمورال نيرف. وعندنا تركيب كلش مهم، اليوم رتب لكم اياه بترتيب يخبل يعني من التواضع، اسمه فيمورال تراينجل and its clinical significance. هذا الفيمورال تراينجل بالمحاضره صار شبك، يعني ما تعرف راسه من ساسه. فانا جبت لكم صور 3 دي عشان تكون كويس. وعندنا فيمورال شيث، شيث يعني معناتها حزمه وبداخلها اشياء، والفيمورال كانال والفيمورال رينج والفيمورال ثرني. هذني هالشكل راح نحكي عليهم بالتفصيل. تمام، اول شيء انا تدرون بي احب اميل للماسلز. اول شيء اميل للماسلز اللي هي ماسلز اوف the front of the thigh. يعني وحدة هاي العضلة اللي جاية صايرة مثل الحزام، هاي العضلة صايرة مثل الحزام، هاي شو اسمها؟ اسمها sartorius. شوفوها جاية من اللاترال ووصلة للميديال. خوش هاي شنو وظيفتها؟ يعني هيك بعد بدون ما نحكي الصورة يقولون overview. هاي العضلة اللي تخليك تحط رجل على رجل، شايف من تخلي رجل على رجل؟ هي هاي العضلة، يعني تجيب لك رجل منها توديها لهنا. أوكي. وبعدين نجي نحكي على الأوريجين والإنسان مالتها. أوكي، هسا هاي السارتوريوس، هاي شو اسمها؟ هاي اسمها سوس مصل، وهاي اللي بصفها اسمها إلياكس. أوكي، هذين العضلتين ما راح يجي بشكل دقيق عن الاورجن مالتها. ليش؟ لان هذين صايرات ضمن الابدومينال كافيتي، هذا منه فوق هو الابدومينال كافيتي، التجويف البطني. هذا يجي من التجويف البطني، له علاقه باللورلم، بس يسوون الانسرشن باللورلم. اما الاورجن مالتها منين؟ من البطن. واضحه لحد هسه؟ اتمنى تكون واضحه يعني. وعندنا عضلة الأخ اللي هسه وهاي عرفناها. أوكي، راح نجي نحكي على عضلة كلش كبيرة، عضلة كبيرة جدا. خلينا نسلوك فترة ليش. أوكي، عضلة اسمها quadriceps femoris. شنو كوادري؟ كوادرنت، كوادري هي معناتها إلى علاقة بالأرباع أو ربع أو أربعة. هسا كوادري سيبس. أوكي، الكوادري معناتها أربعة، سيبس معناتها رؤوس، إذن عضلة رباعية الرؤوس، عضلة الفخذية رباعية الرؤوس اللي بيها أول شيء هذا أول واحد اسمه ركتس فيمورس، وعندك هذا اسمه باستس ميديالس وباستس لاتراليس. ومن أشياء الركتس فيمورس راح يطلع لي عضله اسمها فاستس انترميديت. بعدين نجي نحكي عليها وحده. ما ادري ليش احس الصوره جايه تتاخر والرسوم جايه تطلع بصوره مباشره على الهاي. شباب الصوره جاي هاي الاسهم وهاي جايه تطلع عندكم لو لا؟ اوكي، انا عبرت على السلايد اللي بعده، مو لان انا بيمي تليفون ثاني ما جاي يطلع السلايد الصوره مال السلايد الثاني. هسه عبرت على السلايد الاخ مال ساتوريس. اوكي كل زين. فهسه اول عضله قلت لكم راح نحكي عليها اللي هي عضله اسمها سارتوريس. هاي سارتوريس عضله تشبه الحزام، تبدي منها
وتنتهي هنا. خوش. الاوزن مالتها اذا انتم دارسين العملي هذا الهيب جوينت، هذا المنال هو شنو؟ هذا الانتيريور سوبيريور اريا فاين، اما هذا الجوف هو الانفيريور انتيريور اريا سباين. خوش حكي، خوش حكي. فاحنا هذا الاختصار مالته، هذا اختصاره شنو؟ اي اي اس انتيريور، العفو هيك، انتيريور سوبيريور اريا سباين. فش نختصره؟ نختصره كلمة عزيز، تمام. إذا هاي العضلة اللي هي سارتوريوس تسوي الأوريجن منين؟ تسوي الأوريجن عزيز، أوكي. أما الإنسيرشن هسه هاي التيبيا، أوكي، هسه هاي التيبيا، هاي الميديال كوندايل وهاي اللاترال كوندايل، أوكي، العفو، هاي اللاترال وهاي الميديال، وهاي جو الكوندايلز مالتها عندنا هذا. فهذا شو نسميه المكان؟ نسميه الأبر، يعني فرضا هو هنا، هي هنا تسوي هذا اللي هنا وهذا اللي هنا، تمام. هاي هسان اللي ميليته، اوكي، هذا اللي ميليته باللون. هذا شو اسميه؟ اريد اوصفه، اسميه upper surface of the medial border of the tibia، اوكي. هذا الاب هسه upper surface، لو مو surface upper surface، من المفترض upper surface، وعلى جهه، على الجهه الميديال تقول الابر ميد، الابر سيرفيس اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا تيبيا، وهي العضله العظم اسمها تيبيا، اوكي. هسه نجي نقرا، خلينا نشوف اكثر. يعني هسه هاي السارتوريس، نجي نقرا عليها. شوفوا لي الاوريجن منين؟ قلنا لكم من عزيز، اللي هو شنو؟ الانتيريور سوبيريور الياك سباين، يعني منه، اوكي. أما الانسيرشن upper part، أوكي، upper part هاي of the medial surface، هاي medial surface منين؟ من التيبي، يعني الجزء العلوي من الجزء اللي داخل الجسم، يعني من medial surface of the tibia. أما الاكشن، الاكشن خوش، خلي أسولف لكم، خلي أسولف لكم على الاكشن. شوفوا لي هاي، هسه هنا عندي hip joint، وهنا عندي ني جوينت، يعني شنو؟ يعني عبر الى جوينتين، يعني بمسارها اكو تو جوينت، الهيب جوينت والني جوينت. اي جوينت او اي عضله تفوق شنو؟ تفوت من فوق جوينت، تسوي له فلكشن. اذا ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي فلكشن اوف فيمر ات ذا هيب جوينت، وفلكشن هنا مال الني جوينت. يعني لما سويت الفلكشن الى تو جوينتس، باو فلكس وابداكت لاترال روتيشن اوف ذا ثاي، اوكي. هسه شوف، قبل شوي ايش قلت لكم هي تسوي الفلكشن اد ذا هيب جوينت، تمام، اد ذا هيب جوينت. وايضا نسوي الفلكشن وين؟ بمن؟ بالني جوينت. هسه هاي متفقين عليها، انه نسوي الفلكشن بالهيب وبالني، لان هي تفوت من فوقها. زين، قبل شوي ايش قلت لكم هاي العضله تخلي رجل فوق رجل. انت من حطيت رجل فوق رجل، اذا سويت لها شنو؟ سويت لها ميديال روتيشن ات ذا ليج. من حطيت رجل على رجل، سويت ميديال روتيشن ات ذا ليج، بس من بعدت رجلك سويت لاترال روتيشن ات ذا ليج. خلاص هسه نسويها، نصفيهن حتى لا تصير هوسه عليكم، خلينا نمسح ونسولف وحده وحده، لان الاكشن مهم ويدوخ ويجيب الام سي كيوات. نتفق انه فلكشن بالهب وفلكشن بالني، هاي مساوي الوظيفه، تمام. lateral rotation at the hip، يعني تجيب لك رجل اللي برا، كأنما انت حاط رجل على رجل وبعدين نزلت رجلك، نعتبرها شنو؟ نعتبرها lateral rotation. اما medial rotation at the leg، at the knee، هالمرة at the knee medial، at the hip lateral rotation، يعني تحط رجل على رجل، تجيب رجل فوق رجل، يعني تدخلها الى جهة جسمك، وتسوي لك شنو؟ abduct. abduct يعني شنو؟ هسه هاي اعتبرها حبل، وتسحب هذا الحبل اللي برا، سويت لك abduct وابعدتها. شباب الفانكشن او الاكشن مالتها واضحه؟ لو اعيدها كتبوا لي حتى لا اعبر على العضله اللي بعدها. بعد منو ما كتب واضحه حتى نشوف واضحه عندكم كلكم؟ ما اذا حد ما مفتح. هسه أول عضلة فهمناها،
عندنا عضله شو اسمها الاخ؟ اسمها باكتينيس. باكتينيس اسمها باكتينيس. هاي عضله كلش مهمه، ما بعدين نسولف شنو وظيفتها. المهم هاي العضله منين طالعه هسه؟ انتم اذا دارسينها ما انا كنت اقول لكم على العملي، لان العملي كلش مهم، واذا صار لنا وقت اشرح لكم حتى العملي. هذا البيوبس، تمام؟ العفو، هذا البيوبس. اوكي، هذا البيوبس. زين، هذا البيوبس انقسم هيك، هذا منا الفوق، هذا شو نسميه superior ramus of the pupus، وهذا الجو نسميه inferior ramus of the pupus bone. خوش، فاذا هاي العضله مسويت لي origin منين؟ من the superior surface of the pupus. خوش، وبعد وين سويت لك الانسرشن مالتها؟ وين؟ على medial line of the aspera. هاي يعني aspera، يعني على الميديال ليب اوف ذا لينيا اسبر. هسه نشوف الحكي. منين؟ من السوبيريور ريمس اوف ذا بيوبس، اتفقنا عليها. الاب اند اوف ذا لينيا اسبر جاست بيلو ذا لسر تروكنتر. هاي ما لكم علاقه بها، ما تجي، بس المهم هسه هاي اللسر تروكنتر، خلينا نوضحها. هاي اللسر تروكنتر هي الابر بارت مال لينيا اسبرا. اللينيا اسبرا بوستيريور، اعتبروا هذا الخط بوستيريور، فهي من الابر بارت مال لينيا اسبرا وجست بلو ذا لسر تروكنتر. سهله كلش، اللي يفيدكم من عنده انه تعرفون هي من مسويت الاوريجن، من السوبيريور ريموس اوف ذا بيوبس. شنو الوظيفه مالتها؟ فلكشن وادكشن ات ذا ثاي هيب جوينت. خلينا نشوف شلون، خلينا نمسح. هسه هاي العضله لها علاقه بالني؟ لا، ما لها علاقه بالني. خوش، لها علاقه بالهب؟ لها علاقه بالهب. هاي العضله صار جوه، يعني معبره فوق الهب، تمام؟ لو عابره فوق الهب كانت سوت غير اكشن. المهم هاي صايره جوه، اذا نعتبر هنا الانسرشن مالت هذا ثابت. اوكي، هسه هذا ثابت، فاللي مريت تقلص هاي العضله ايش راح تسوي؟ مو راح تسحب لك اياها هيك. اوكي، خلينا نشوف ايش قاعد هو. اقول لك ادكشن من تسحب لك، يعني فشي معناته شنو؟ معناته اضافه للجسم، يعني الى داخل الجسم. الاوريجن احنا نعرف من الابر، لان الاوريجن هو الجزء اللي ثابت والانسرشن هو اللي يتحرك. خوش حكي، خوش حكي. هذا ثابت، ويعتبر انه هاي العضله تقلصت. من تقلصت وهي مسلبه بهذا البون سوت له؟ سحبت لها جو. اذا شنو هي؟ ادكشن. وبعد من تريد شو تسوي؟ من تريد هذا ركبتك، يعني تجيب رجلك هذا الفخذ مالتك على بطنك، كانما تسوي هذا التمرين، يعني تجيب ركبتك على جهه بطنك. اذا شنو هذا؟ نسميها فلكشن اد ذهب، فلكشن اد الفيمر اد ذهب جوينت. يعني كانما تسحب رجلك لداخل بطنك، كانما تسحب الفخذ الى البطن الى جهه صدرك. اوكي، كانما هيك قاعد هاي مال مكرفص هيك. اوكي، ما اعرف اذا فهمتوها. المهم هسه صار عندنا شنو؟ اثنين فانكشن. اول شيء هي هنا الاوريجن هذا ثابت، ومن تتقلص تجر العظم جوا. اذا ايش سوت لي؟ سوت لي ادكشن وفلكشن ات ذا فيمر ات ذا هيب جوينت. واو، ادكشن عرفناها وفلكش. هسه اكو عضلتين هذن اللي قلت لكم اللي هن المفروض ما يعتبرن من اللور ليم. ليش؟ لان الاوريجن مالته من الابدومينال كافيتي. الاوريجن مالته ضمن الابدومينال كافيتي اللي هو من ناهي. اوكي، زين، هذني العضلتين شنو فائدتهن؟ انه اللي راح تجيب لي فايبرز تنزل جوا، وهي راح تجيب لي فايبرز تنزل جوا، بعدين يتحدن بتندن واحد شو اسميه؟ اليوسوس. ليش اليوسوس؟ لان هاي العضله شو اسمها؟ اسمها الياكس. وهاي العضله شو اسمها؟ اسمها سوس. اوكي، الياكس من الاليو وسوس، هي تنزل نفسها. اذا اليوسوس مصر. تمام، هذا التندن مهم من راح يجينا في الفيمورال تراينجل، هذا المثلث. اذا نقول احد اجزاء الفيمورال تراينجل هو الاليو سوس تندن، ويشتركن بنفس الوظيفه. شوف هسه راح تقول انه ما كلش مركز على الاوريجن مالتها. انتم حفظوا مني من الفان شيب مصر. اوكي، شكلها مثل الفان هيك، يعني صاير هيك. اوكي، مثل الفان. هيا هي الالياكس، راح نجي نفصلهن وحده. هسه قبل شوي قلنا التندن مال اسمه اليو سوس، راح نفصلهن. هاي مثل الفان، يعني مثل الريشه مال المروحة، تمام، أو البنكة يعني. وarise from the iliac fossa. ها هسه احنا قبل لا دارسين العملية همين. ها شو سميناها؟ سميناها iliac
فوسا، اوكي؟ اذا هي تسوي لي من الاورج نحو ضوء من الالياك فوسا من وذن ابدومن، اذا هي عضله من الابدومن هاي. خوش حكي. زين الانسرشن وين؟ join the tendon of the وسمس. شوفوا قبل شوي قلت لكم ان اثنين راح يشتركوا بنفس التندن، السوس والاليوس يسوي اللي اليو سوس تندن. اما الاكشن عبر من الهيب جوينت نسوي لك فليكشن اوف ذا ثاي also medial rotation. هذا الاوريجن مالتهن، هذا الاوريجن هنا على الجهه الميديال، تقلص جر لك الهيب، جر لك الثاي، جر لك الثاي على الجسم مثليه مثل العضله اللي قبلها اللي هي البكتينيس. السوس همينه long fusion muscle arise within the abdomen and descend in the thigh باعه كله من الابدومن descends in the thigh. تشترك وين؟ تشترك insertion ويا من؟ بتدن اسمه اليوسوس. بعدين هذين الاثنينات يسوون اللي باللسر تروكنتر. هسه نشوف، هسه نشوف، نرجع على هاي صورتنا. هسه قلنا هاي من الالياك فوسا تمام، وهاي هنا من ذا ابدومن، بعدين التحدن بتندن اسمه اليوسوس، وبعدين سوى لك بالتروكتر. اذا الجلوتي مسلز اذا تتذكرون كان كلهم يسوون لي انسرشن وين؟ على الجريتر تروكنتر، بينما هذني وين؟ على اللسر تروكنتر. وش حكي شباب؟ واضحه هاي العضله حتى نعبر على اللي بعدها. واذا انا سريع اذا جاي اشرح ساعه عيل ما عنده مشكله، بس انا ليه اشوفكم ما تسالون السؤال خليه يسأل مباشرة، يفتح المايك ويسألني أو يكتب، ما عندي مشكلة. واضحة نعبر؟ حلو، في عائشة هاي خوش. يلا بعد بعد سمعوني واضح حتى أكمل. أوكي زينب. خوش حكي. هاي العضلة الرباعية، هاي العضلة كلش مهمة. هاي العضلة كلش مهمة، شوفوا لي منين طالعت لي من فوق، عبرت لك الهيب، انا بعدين عبرت لك الني. اذا من الاخير هاي لها علاقة بالني وبمن وبالهب، يعني تسوي لي شغل على الني وعلى الهب. خلينا نقسمهن واحدة واحدة. هي هاي باللون الاخضر اللي مأشرة باللون الاخضر، باولي هاي العضلة اللي صايرة كأنها سمكة، اللي هن شوفوا هن عضلة واحدة بس شنو تقسم الى اربع اجزاء. هي عضله واحده شو اسمها كوادريسبس فيمورس، بس هاي الكوادريسبس فيمورس راح تقسم الى اربع عضلات. هاي العضله اللي كانها سمكه اسمها ركتس فيمورس، ركتس فيمورس تمام. اذا تذكرون بالابر ليم كنا نسميها هاي بايبنيت، يعني هي عضله مقسومه منها ومنها بها الفايبرز منها ومنها. المهم هذا مو حكينا، هذا ابر ليم، بس احنا نحب نربط المعلومات. اذا هذه اول عضله راح ناخذها من الكوادريسبس اللي هي شنو؟ الركتس فيمورس. وعندنا هسه على الجهه الميديال هاي، خلينا نلونها باللون غير لون حتى ما يصير خبط هذا الاصفر. اوكي هاي شو اسمها؟ اسمها فاستس ميديالس، ليش؟ على جهه الميديال هاي، شوفوها من هنا فاستس ميديالس. اما هاي اكيد يعني هسه بعد المفروض واحدكم تخنون اسمها فاستس لاترالس. خوش هسه قلت لي، هسه انت قلت لي هاي العضله الرباعيه شو لحد الان بس ثلاثه، اللي جوا الرابعه ما تبين الا نسوي له تشريح المن، الا نشرح هاي العضله شرحها راح تطلع لي. من اشيل هاي العضله لان هي هاي ديب الها، شو اسمها؟ اسمها فاستس انترميديت. اخذنا ميديال واخذنا لاترال واكيد اكو وسطيه اللي هي الانترميديت. هسه نشوف الاوريجن مالتهن. خوش انا مخطط لكم اياه، يعني المفروض بعد ما نحتاج خلينا نحط لون اسود. شوفوا لي العضله الاولى، هاي العضله الاولى، خلينا نمسح هذه اللي هي الركتس في مورس. خلينا نشوف حاطيها بالفيتشر ولا ما حاطيها فيها للاسف، يعني بس انا راح اشير لكم عليها تمام، بس خلينا نشوف. اوكي هاي ال ركتس فيمورس، هاي الركتس فيمورس بها تو هيدز تمام، يعني هي هاي العضله الركتس فيمورس بها تو هيد، بها هيد نسميه ستريت هيد، يطلع منين؟ يطلع من هسه هذا قبل شويه قلنا سارتوريس منا من عزيز، منا عزيز، بينما هاي راح تطلع منين؟ راح تطلع من اي اس من ايس تمام، يعني من الانتيريور الى الياك سباين. هذا الهيد الاول،
كان الاورجن الاول. اما الاورجن الثاني، الاورجن الثاني شو نسميه؟ نسميه ريفلكتد هيد. خلي هسه نتفق نكتب كتابه لها تو اوريجن. هسه احنا جاي نحكي على اليمين، جاي نحكي على الركتس، جاي نحكي على الركتس تمام. لها اول هيد منين؟ من الاي اي اي اس، من الانتيريور ايلياك، ان العفو انتيريور انفيرير ايلياك سباين. هذا الهيد الاول، الاوريجن الاول. الاوريجن الثاني منين؟ من ابوف ذا اسيتابلم. هسه احنا مو قلنا هاي الاسيتابلم هنا هيك دائره فوق، هي يطلع الاوريجن تمام. تمام، من ابوف ذا اسيتابلم. اوكي، هذا الثاني شو نسميه؟ ابوف ذا اسيتابلم تمام. هسه هذا الاول، هذا الاول نسميه ستريت هيد، لان راح يجي قبل باعه، راح يجي قبل منا من الانتيريور انفيرير الياك سباين وينزل جنب. اما الرفلكتد هيد راح يجي من ورا. اوكي، ويكمل وياه. خوش حكي، انا ناسيها ما حاطها بالبي دي اف، بعدين انا ادز لكم اياها اذا ما وضحت، او يجوز بعد شويه نشوفها على البرنامج. هسه هي الركتس في مورس. نجي على الفاستس ميديالس. الفاستس ميديالس نقول له من الانتر تروكن تراك لاين، هذا الانتر تروكن تراك لاين هيجي ومن جاء وماشي ويا من؟ ماشي ويا الميديال ليب اوف ذا لينيا اسبا، وبعدين يروح على الديب سبتم، ديب فاشا سبتم تمام. تمام، ليش الميديال ليب؟ لان هي صار اسمها ميديالس، من الميديال ليب اوف لينيا اسبا. لينيا اسبا تعرفون المفروض هذا هيك شيء، خلينا نمسح هاي، هذا اللي اسبا هيك فد شيء بوستيريور مثل الجروف يعني، وهي ماخذه الميديال ليب مالته وتمشي وتكمل الى الديب فاشا. اما الفاستس لاترالس نقول له من بيس مال من؟ مال جريتر تروكنتر. هاي الجريتر تروكنتر هو من البيس مال الجريتر تروكنتر، ويمشي ويا من؟ اكيد المفروض هسه تخمنون ويا اللاتر ليب اوف ذا لينيا اسبرا، هاي ميديال هاي لاترال ليب. فان كل واحده تاخذ لها شفه، اذا شفه الجانبيه وشفه الداخليه، وهمين يكمل الدي فاشا سبتم اوف ذا ني. اما اللي مثل لما نسوي تشريح اسمها الفاستس انترميديت، يعني البينيه، تاخذ لك السيرفس الشافت من الانتيريور من اللاترال للميديا، يعني هاي كلها علامه كلش عريضه. بس نجي نقرا عنها. هاي الكوادريسبس فيمورس كونسيست فور مسلز، هاي متفقين عليها، which have common tendon. انا شوي حكيت مع الاوريجينات واحدهن، لان بعدين بالاخير راح يسوي لي تندن واحد، هذا خلينا نشوفه. وعو بالاخير هيجني يجتمع عندنا الفاستس ميديالس واللاترس والكوادريسيب والريكتس فيمورس والانترميديت، يسوي لك تندن واحد. وين يسوي الانسرشن؟ بالبيس اوف ذا باتيلا. هاي الباتيلا هي صبونه، الفايبرز راح يصير تندن كبير، هذا تندن شو ضخم، راح يسوي لك انسرشن وين؟ على البيس اوف باتيلا. بس ما يكفي هنا، يعني ما بس هنا أنا لا، راح تفلت معناتها. فش يسوي لك؟ يحوط لك الباتيلا من كل مكان وينزل لي جوا. فهذا هذا هسه انا سويت عليه السهم، شو اسمه؟ اسمه الباتيلا ليمنتم او الباتيلي ليمنتم، يعني الاربطه الرفيعه او مال الصابونه تمام. تمام، هسه نشوف بالحكي راح توضح اكثر. فهذا شو يسوي لك؟ يسوي لك انشن كبير اسمه ذا ابر اند لارا اند ميديال بارت اوف ذا باتيلا، يعني سوى يعني حوطن لك الصابونه من كل مكان، مو بس يحوطنها لا، انه بيتن جو ان فياد الليجمنتم باتيلي. هاي اللي فيكم يا قبل شوية، وين هذا الليجمنتم باتيلي؟ سوى لك انت تيوبركل اوف ذا تيبيا. بالتيبيا اكو عندي تيوبركل، يسوى لي انسرشن. هسه وين التيوبركل؟ هذا التيوبركل هنا، هذا التيوبروستي هنا تمام. هذا العفو مو هنا، هذا التيوبركل شوفوا البوز راح يجني منا، يحوطن بيها يحوطنها بعدين ينزلن هيك ويحطنها. هاي شو اسم هذا المكان؟ هذا المكان شو اسمه؟ الاربطه اسمها ليجمنتم باتيلي. وين يسوون انسرشن؟ بالتيوبركل اوف ذا تيبيا. خوش، انسرشن واحد، اورجنات متعدده، اكو اورجن يجي منه ومنه ومنه ومنه، وها اورجنات عديده بانسرشن واحد. اوكي، هسه نجي عليها وحده وحده. الركتس في مورس ايش عندها؟ قلت لكم عندها ستريت هيد، عندها ستريت هيد، هذا ستريت هيد منين؟ من الانتر انفير الكترون، هاي عرفنا. وعندها بعد يعني هيك ملوي، فد اورجن ملوي منين؟
الاليوم ابوف ذا اسيت هابلان. خوش خوش. هسه هاي اول عضله راحت، بقلنا ثلاثه، عندنا الفاستس لاترالس، هاي من هاي الفاستس لاترالس، منين؟ فروم انتر تروكنتريك، لا عرفناها. The base of the greater trochanter، باعوا هسه قبل شوي قلت لكم، خلينا نرجع على الصوره، باعوا من ال base of the greater trochanter، انه بعدين ياخذ ال lateral lip of linea aspera، lateral lip of linea aspera، بعدين and lateral lip of linea aspera and femur and deep fascia septum. عرفنا هسه نجي على الميديالز، the origin همين انتر تروكنتريك لاين، هاي اثنيناتهم، بينما هاي ليش اسمها ميديالس؟ لان ميديال lip of linea aspera، وبعدين وين؟ and medial fascial septum. ذيك lateral fascial septum لان هي lateralis، medial fascial septum لان هي medialis. اما الفاسس intermediate منين؟ from anterior و lateral shaft of the femur، يعني كلها هاي المنطقه، لا lateral ولا linear aspera ولا هاي، وكل الشاف مال الفيمر بتاخذه. الانسرشن قلنا لكم واحد اللي هو كمنتم باتلي، اللي يحيط بالباتلا صابونه. اما الاكشن فان كلهم يحتوون على اكشن واحد نسميه الباور فور اكستنشن. شنو الباور اكستنشن؟ يعني من تمد رجلك، باختصار من تمد رجلك عدله وانت واقف، هاي يسمونه اكستنشن. من تمد رجلك وانت واقف هاي يسمونه اكستنشن. وايضا من تريد تسحب رجلك وتشوت طوبه، تريد تضرب طوبه، تمام؟ خلصنا لحد الان العضلات كلها مال الانتيرير كومبارتمنت، خلصنا العضلات مال الانتيرير كومبارتمنت. اريد يقولوا لي واضحات لو اعيدهم، هذان العضلات وراها راح نحكي عضلات اضافيه. بس شنو بداخل المثلث اسميه فيمورال تراينجل، واضحه شباب هاي لو لا؟ كتبوا لي، ما اريد اعبر واني ماشي ما موضح. خوش حكي، خوش حكي. هسه راح نجي على تركيب يعني ممكن او فد شيء كان مبهم عند اغلب الطلاب حتى انا بالبدايه، يعني اللي هو شنو هو؟ هو الفيمورال تراينجل. شنو هذا المثلث؟ شنو هذا المثلث الفخذي؟ شنو هذا؟ ما ادري انا، ما تفهم شنو. هل هو ثلاثي الابعاد، مثلث فيه خطوط، لو عضلات نسويه مثلث، لو شنو؟ بس احنا راح نبسطها بابسط شكل. بالحقيقه هسه هذا هو الثاي مالتنا، هذا الثاي، خوش حكي، هذا الثاي. بالثاي انا عندي هذا المثلث، هذا المثلث اللي انا رسمه، خوش حكي، هذا المثلث. بس هذا بالحقيقه المثلث هو ثلاثي الابعاد، يعني ما صاير هيك يعني مثلث وفرق، لا العضلات مسويت لي مثلث، يعني شنو؟ مثلث ثلاثي الابعاد بقاعده وبسقف وباضلاع والى اخره. خلينا نشوف هسه احنا اول شيء من واقف قدامك بشر تبوع عليه هيك تلقاه، خلينا نعبر على الصوره لا، بس هو بالحقيقه شوف هيك يكون شكله، هيك يكون شكله، تمام؟ هسه انا جاي ابوع جانبين كانما داخل بين رجلين الشخص وجاي ابوع صفر، فشوفوا هذا منه وهيك، هذا شنو؟ هذا هذا السقف مالته، خوش حكي، خوش حكي. وهاي منه هيك دقيقه، وهاي منه جوا، هاي شنو؟ هاي هاي القاعده، خوش. ومنه مثلا هيك، هاي منه مثلث يفوت من عنده تراكيب هيك يجن فتفتحه، يعني فتحه يفوت من عندها التراكيب، وهاي الابكس مالته القمه، خوش خوش. خلينا نشوف الصوره اللي داخل بعدها، وهاي كانما انا دا باوع له من فوق، جاي باوع له من فوق، كانما هاي الفتحه اللي يفوت من عندها التراكيب من فوق جاي باوع له وينزل من جوا، هاي الابكس مالته، خوش خوش. وبالحقيقه هاي زين، شنو الحدود مالته؟ نختصرها بكلمه سيل، خوش. شنو سيل؟ الاس مال سارتوريس اللي قبل شوي اخذناها، هاي باعوا يعني الحدود مال سارتوريس، تمام تمام. بعد الاي يا هي الادكتر لونجس، هاي العضله بعدنا ما ماخذينها بس هسه راح ناخذها هنا. وبعد هاي العضله مو من ضمن الانتيرير كومبارتمنت، انتبهوا هاي العضله ضمن الميديال كومبارتمنت. شنو جانب من عندها؟ يعني اللاترال بوردر مال هاي العضله هو احد حدود الفيمورال تراينجل، خوش. وبعد الاي ال هسه قلت له اس ال اي عرفناها همينه، الاي ال شنو؟ مال انجواينال ليجمنت، اذا هذا الفوق هو الانجواينال ليجمنت، خوش حكي. فشباب واضحات ذني الحدود مالت الفيمورال تراينجل حد هسه؟ حتى نشوفكم صور بعد، انه هو عضلات تسوي. اوكي.
فشوفوا هسه راح نجي شوي يكون اكثر واقعيه، مو مجرد خطوط. قلنا لكم هذا اللاترال بوردر مالته تسوي لي عضله اللي هي الساتوريس، باعوا هاي الساتوريس اللي قبل شوي اخذناها خش. وبعد الفوق كانت انجواينال ليجمنت، هاي الانجواينال ليجمنت، ومنها كان باعوا هذا، هذا السيف هذا منها، هذا هو الميديال بوردر مالتها مال الادكتر لونجس. هذني ثلاث عضلات هسه عرفنا، اللاترال يا هي سارتوريس، ميديال مالته مال الفيمورال ترينجل الادكتر لونجس، اما السوبيريور الحدود السوبيريور هي الانجوينال ليجمنت. خوش حكي زين. باعوا هسه هاي، باعوا هاي سارتوريس اللاترال، الميديال الادكتر لونجس، اما السوبيريور هو الانجوينال ليجمنت. خوش خوش هسه عرفنا الجوانب الاضلاع نقدر نقول عليها زين. هسه شو اسمه، مو القاعده، الروف يعني، هاي شلون نسميها ما اعرف بالعربي، هاي الجوه يعني، هاي شوفوها بمين متكونه؟ ما قبل شوي اخذناها، من يقدر يخمن لي هاي اي عضله؟ من يقدر حد ما يباوع نسوي انسرشن ومين جاي؟ من يقدر يكتب لي اياها؟ يا شاطر، هاي العضله يا هي، هسه انا محدد عليها يا هي، قبل شوي قراناها. حد يقدر يكتب لي اسم هاي العضلة؟ ما خايف لا البكتينوس، تخافون كتبوا. البكتينوس مو صح؟ تسمعوني لو لا؟ انت ما قاعد تسمعني. اوكي خليك اكتب. يا رب انا ليش ما اسمعك انت؟ يلا احكي احكي. البكتينوس مو صح؟ عاشت ايدك، عاشت ايدك. البكتينيات، البكتينيات عاشت ايدك، مضبوط. اي لان هي ليش قلنا لكم بكتينيات؟ لان كانت طالعه من من السوبيريور، من السوبيريمس اوف بيوبس، مسويت الانسيرشن من لسر تروكن حكي. اما هاي فهاي هي، يلا مين يقول لي اياها؟ هاي عضله، هاي اليابسوس. عاشت ايدك. هاي اليوس، هو اليوس هو ستندر، مضبوط. عاشت ايدك. اوكي اذا هسه الروف مال الفيمورال تراينجل من يسوي لي؟ يسوي لي البكتينيس وجزء من الادكتور لونجس والاليو سوس. الاليو سوس مش حكي، مش حكي. هسه راح نجي نباوع على العاليه من فوق، احنا اللي هن الكونتنتس يعني محتوياته. هو شو راح يحتوي لي؟ راح يحتوي لي على هاي، شوفون هاي الرصاصيه، هاي شو اسميها؟ اسميها فيمورال شيث، يعني فد هيجي فد علاقه يعني حاطط بيها كونتنت. اوكي وهذا شو راح القى بيه؟ راح القى بيه الفيمورال نيرف. خوش راح القى بيه بداخل الفيمورال شيث. هسه هذا الفيمورال شيث النيرف مو من ضمن محتويات الفيمورال شيث. اوكي الفيمورال نيرف هو ضمن محتويات الفيمورال تراينجل بس مو ضمن محتويات الفيمورال شيث. هذا ام سي كيو يعني ما اقول لكم ايش قد مهم. يقول لك مثلا ترو فولس، يجي الفيمورال نيرف لايز وذين ذا فيمورال شيث، ترو اور فولس؟ يقول له فولس. زين الفيمورال نيرف لايز وذين ذا فيمورال تراينجل، يقول له اي. لايز وذين ذا فيمورال تراينجل بس does not lie in the femoral sheath، يعني هو موجود بداخل الفيمورال تراينجل بس مو بداخل الفيمورال شيث. بداخل الفيمورال شيث ايش عندي؟ عندي الفيمورال ارتري، فيمورال فين، وايضا بداخل الفيمورال شيث عندي فيمورال كانال. هاي الفيمورال كانال ركزوا لي عليها، مهمه جدا. هاي الفيمورال كانال، بداخل الفيمورال كانال ايش عندي؟ عندي ليمف نودز. خوش باعوا منا مثلا من ال من النيرف راح يطلع لك فد سنسوري سبلاي، اما من الفيمورال ارت راح ينزل جوا من الفيمورال فين وهاي الليمف نود. شباب هسه هذا الفيمورال تراينجل وضحت لكم، شفت شلون يعني هذا الصور اوضح، انه وضحت لكم ثلاثة ابعاد اكثر مما هو بس رسمه واحده. هسه انتم راح تشوفون مال الدكتور وقارنوا. واضحه هسه شباب؟ المفروض تكون واضحه. باعوا الدكتور شوفوا شلون لايصح.
لا هسه والله هذا تراينجل هو صحيح يعني تشريحيا هيك، بس احنا ما نريد قبل تعطينا صوره من الكاديفر من الجثه وشي داخل بشي، لازم شوي شوي. اوكي هسه انا والله دخلت يعني هسه هذا شلون، هاي سارتوريوس تمام، وهاي الادكتور لونجس تمام، وهاي الانجوانا ليجمنت خوش حكي، وهنا جوا تلقى البكتينيس والايليوسوس، وهذا الفيمورال نيرف، وهنا اكو شيث اللي هي محيطة لي بال artery وال vein. فأحس أن ال boundary superiorly ال inguinal, laterally sartorius, medially lateral border of the adductor longus. أما ال floor قبل شوية قالت عائشة ال by the iliopsoas وال pectineus وال adductor longus. أما ال roof يعني السقف ما بين ال skin وال thigh. هو شنو هسه نجي نعرفه، it's a triangular depressed area situated in the upper part of the medial aspect of the thigh، يعني على الجهة الداخلية من الثاي والعلوية. وش يحتوي؟ راح نقول من اللاترال تو ميديال، يعني منا وجاي. أكثر شيء لاترال كان عندك؟ من يقول هو أكثر شيء لاترال؟ أنا أقول femoral vein، إنه ورا الفيمورال فين راح يجيك الفيمورال artery، ورا الفيمورال artery راح يجيك الفيمورال عفوا، اول شيء اكثر شيء لاترال فيمورال نيرف، بعدين ورا الفيمورال نيرف راح يجيك الفيمورال ارتري، وورا الفيمورال ارتري راح يجيك الفيمورال فين، ورا الفيمورال فين راح يجيك الفيمورال كانال اللي هي بها الليمف نودز، يعني من اللاترال للميديال. باعوا هسه هاي من هاي لاترال وهاي من لحد الميديال، هاي نيرف انه وراها يجي الارتري، انه وراها الفين، انه وراها هنا الليمف نودز. باعوا هسه همينة على حسب حكيه، femoral nerve أكثر شيء lateral، إنه femoral sheath اللي بداخل femoral sheath عندك femoral artery femoral vein، إنه بعدين deep inguinal lymph nodes. هاي كلش حلوة ال clinical significance. أنا حتى هاي بالقناة شرحتها، أحد الطلاب شرح قال سألني بها وشرحت لها clinical significance، يعني الأهميات اللي يعني نقدر نقول عليها سريرية اللي تفيدنا بالطب. Since the femoral triangle provide easy access to a major artery اللي هو الكورنري انجيوبلاستي. بقى خلي اقول لكم شيء، الفيمورال ارتري هو امتداد منين؟ من الوريد التاجي، هذا اللي يطلع من القلب. انا ايش عندي؟ خليني اوضح لكم اياها بصوره كلش واضحه. انا القلب وش ينطيني؟ ينطيني اورده او يعطيني شرايين، العفو ينطيني اورده وشرايين. الشريان الرئيسي اللي ينزل جوه احد الشرايين الرئيسيه من القلب اللي هو شنو؟ الكورناري انجيوبلا، يعني الكورناري ارتري، يعني الشريان التاجي. هذا الشريان التاجي من ينزل وراح ينزل يكمل جوه لحد ما يصير الفيمورال ارتري. اذا صار عندي انسداد بالشريان التاجي اللي صاير بالقلب، انا شلون ممكن اوصل له واوخر هذا الانسداد؟ انا اقول لك شلون، عن طريق الفيمورال تراينجل. راح افوت على الفيمورال تراينجل وافوت فيه مثل السيم او مثل الواير، افوته وين؟ بالفيمورال ارتري، وادخله شيء داخل الفيمورال ارتري لحد ما يوصل وين؟ للكورناري ارتري، واوخر الانسداد. هاي العمليه شو اسمها؟ اسمها كورناري انجيوبلاستي. خوش، يعني عملية إزالة الانسداد أو التجلط في الشريان التاجي. واضحة شباب؟ النقطة الأولى واضحة؟ عافية شفق. النقطة الثانية، heavy bleeding in the leg can be stopped by applying pressure to the points of the femoral triangle. خوش حاجة. خليني اقول لكم شنو، اذا صار لا سمح الله نزيف بالرجل تمام، اذا صار عندك مثلا يعني شق مثلا او فد قطع يعني فد عوره كبيره بالرجل، راح يصير عندك هيفي بليدنج، يعني نزيف ثقيل او غزير. شلون توقف هذا النزيف؟ بس بمجرد تضغط بايدك قوه على اليمن على الفيمورال تراينجل، حتى شنو؟ حتى تسد الفيمورال ارتري وبعد يتوقف النزيف الجوه. يعني شو مثل اللي تقطع الدوره الدمويه هنا وقتيا، يعني شتها دش دائما اذا شايفين
من بالهاي المسلسلات مال الحروب او شيء، مثلا ينصاب الرجل برجله طلقه، فشو يسوي من قبل يشدون بالفخذ مالته وصل حيل، حتى شنو؟ حتى بعد نزيف. تمام؟ اعطيك عمي انا مثلا، اذا تريد تضرب حقنه الشخص بالعضله، تمام؟ بالجلوتال ريجن يعني، مو ضربت الحقنه لا سمح الله خليتها بمكان غلط، ومن طلعت جاي تسحب او جاي تضغط شفت اكو طلع دم عندك او بليدنج بالجلوتال ريجن، حتى توقف يعني مو قبل تسحب الابره، لا هذا شيء خطا، لازم تضغط على الرجل على منطقه الفيمورال تراينجل وتسد النزيف، بعدين تسحب الابره حتى لا يصير نزيف. خوش حكي. هسه ميديال تو ات لايس فيمورال فين، هذا الفيمورال ارتري، اقول لك صف الفيمورال ارتري، عندك الفيمورال فين وذاس ذا فيمورال فين وانس لوكيتد الوز ذا فيمورال فين، يعني حتى تسحب الدم من الفين، يقول لك تقدر منها تسحب دم. The positive pulsation of the femoral artery significance the heart is beating and all the blood flowing to the lower extremity. يعني اقول لك ترى من تخلي ايدك على الفيمورال تراينجل اذا حسيت بنبض معناته القلب مالتك جاي ينبض وايضا جاي ينطيك دور للاطراف السفلى. The nerve is more lateral، اكثر شيء lateral قلنا بالفيمورال تراينجل هو النرف، الفيمورال نرف اكثر من اللين، لان البين most medial and the most remembered when the venous or arterial samples required. انا ما لكم علاقه بها. والله تعبت. جمانه جمانه جيبي ماي. أبشيت والله حقيقي بس بدي حارة صوركم علي، خليني أشرب لي مي شوي. It's downward protection of the thigh facial envelope lining of the lumbar, but it's anterior contain the fascia transverse post wall. هاي ما لكم علاقة بها. The sheath surround the femoral vessel. أوكي هاي ممكن تجي. راح أعطيكم اللي ممكن. خليني أشرب مي. شكرا. اللي ممكن يجيكم the sheath surrounds the femoral vessels and lymphatics about 2.5 of the inguinal ligament. هاي الانجوانال ليجمنت 2.5 سنتيمتر توجد الفيمورال شيث. septa divide into three compartments containing. ها اوكي هسه جاي يحكي على اليمن، جاي يحكي على الفيمورال شيث قبل شويه. هاي الفيمورال شيث خلينا نمسح. اوكي في مرشيد يقول لك ترى رشيد تقسم الى سبتم، يعني اول سبتم راح تحتوي على الارتري، ثاني سبتم راح تحتوي على الفين، ثالث سبتم راح تحتوي على الكنال اللي بداخل الليمفاتكس. كلش سهله ما راح يعني اقول لكم اياها بس اقراها حتى lymphatic connective tissue and lymph. Okay. The most medial compartment is known as the femoral canal. The connective medial, the femoral canal, أكثر شيء lateral, the femoral nerve. Which provide loop that is placed which femoral can expect during ترى ممكن ده يكون femoral vein هاي femoral canal small medial compartment about 1.3 4 lymphatics مهمة نتعرف آخر lymphatics و هاي شنو زين تقول لي شنو الفرق ما بين femoral ring وال femoral canal ببساطة حتى لا نعقدها خلينا نمسح ونرجع صورتنا الشهيرة. هذا كله femoral canal اللي يفوت منها باسج يعني باسج يعني يكون بها ممر. اما هاي الدويره بس الفتحه رنك يعني هي اسمها حلقه يعني بس الفتحه مال. اوكي the femoral septum which is continuous I'm not going to be head contains تحتوي على femoral canal بها connective tissue okay fat connective tissue all afferent lymph nodes okay out of lymph nodes deep inguinal lymph nodes okay هاي حبوة طبعا one of the deep inguinal drains directly from clitoris and female اوكي okay. اقول لك ترى ان الليمف نود وين يروحن؟ يروحن على الاجزاء التناسليه مال الذكر ولا boundaries مال female rank rank هاي الفتحه هيك مو قناه لا anterior بها inguinal ligament هاي صار posterior عضلات هاي البكتينيوس والاليو وcovered by the pectineus okay superior ramus of the pubis وايضا superior ramus of the pubis لان البكتينس هي اصلا من تسوي اوريجن من السوبيريور ريمس اوف دي ميديالي اللاكنر ليجامنت ولاترالي ذا فايبرس سبتم دقيقه بس خلينا نزوم اسف ذا فايبرس سبتم اون ذا ميديال سايد اوف ذا فيمورال فين هذا اني مو
ذيك الأهمية بصراحة، يعني حتى أكون صادق وياكم مو ذيك الأهمية، بس نقراها هنا ونطلع عليها. يقول لك the femoral sheath adheres to wall of the blood vessels and inferiorly blend with the tonsillar ventria. هاي ما يكون علاقة of these vessels. The lower end of the canal is normally closed by the adherent of the medial wall. هاي عبارة، يقول لك عبارة عن fibers تغطي لك ال femoral vein. Like close to the saphenous opening on the defect. بداخلها اكو هيك بال femoral sheath اكو مثل الفتحة، شو اسميها؟ اسميها سفنس اوبننج. ليش سميتها سفنس اوبننج؟ لان راح يكون فيها فد فين اسمه سفنس فين. هاي مهم، هاي انا قارئ عليها ام سي كيو. يقول لك بالفيمورال تراينجل تحديدا بالفيمورال شيث فد فتحه شو اسمها سفنس اوبننج، اللي يفوت فيها مثلا، او يقول لك هاي فتحه شو يفوت من عندها، فيمورال ارتري او فين او سفنس فين، تختار سفنس فين. خلاص هذا المهم بس من هذا. نجي على الفيمورال هرنيا. هذا الفيمورال هرنيا شنو معناتها؟ الفتق. انا دخلت ذاك اليوم اذا متابعين قناه دخلت الى عمليه مال الفتق، بس كان يختلف ذاك، انه الفتق ذاك كان سروي يعني على منطقه السره، واللي ندرسه احنا هرنيا، بس هو التسميات تختلف، بس المعنى واحد، انه هو شنو عباره عن جزء من الامعاء، سواء جزء من الامعاء يعني طالع، هو عباره عن هيك احد لفات الامعاء طالعه، او عباره عن دهون جايه من البطن تطلع من مكانها نتيجة حمل ثقل معين، مثلا شيء ثقل معين طق بطنك ويطلع هذا جزء من الأمعاء، يعبر إلى فد منطقة نسميها لوز area. يعني شنو لوز؟ يعني فد منطقة رخوة تقدر نتيجة الضغط يخترقها جزء من الأمعاء. فخلينا نشوف. Femoral hernias occur just below the inguinal ligament. اوكي هو شكله دول inguinal ligament، احنا مقابل شوية قلنا superior the femoral triangle هو ال inguinal ligament، جوا شو يكون؟ يكون الفيمورال ترينجل. When abdominal content pass by content يعني اشياء من البطن pass through a naturally occurring weakness called femoral canal. اذا عن طريق يا منطقه هي عبر هذا الجزء من الامعاء او جزء من البطن عن طريق الفيمورال canal. While femoral hernias can occur in both males and females but almost شنو يكون؟ in women. Because of the wider bone structure. لأن العظام مال الهب مالتها تكون أوسع فتفسح مجال لأجزاء الأمعاء إنه تطلع. The most medial parts of the sheath هو شنو؟ عبارة عن lymphatic vessels. Okay. Besides that potential weak area عبارة عن منطقة ضعيفة in the abdomen. So أي ضغط بهاي المنطقة could be forced down يعني يدفع لك إياها جوا حتى شنو؟ يدخل لك بها أشياء من الأمعاء، وش يسموها؟ هاي يسموها الفيمورال هرنيا. تمام خلاص، يعني مو شيء مهم ذاك الأهمية، الشيء المهم والدسم درسناه كله، فهذا أي شيء لكم يعني، لأن أنا قد قريت أمس كيوات ما شفت أي موضوع. هسه راح نجي نحكي على الفيمورال آرتري. الفيمورال آرتري قبل أن ندبي شباب، الشرح قبل شوية واضح، هذا مال الفيمورال هرنيا وهاي السوالف وضحت عندكم، ما يحتاج أعتقد توضيح، هو بسيط. واضح لا مو واضح؟ اوكي هسه نجي على الفيمورال ارتري. الفيمورال ارتري هو عباره عن شريان اساسي للك، تحديدا اللك يعني للرجل مالتك. فهسه نجي، هو عباره عن شنو؟ من عباره عن تفرع منين؟ اكسترنال الياك ارتري. تمام راح يفوت وين؟ ديب، خلينا لون اسود، راح يفوت ديب المال للانجوينال ليجمنت. اوكي للانجوينال ليجمنت بعدين، وبعدين وين هو يكون يفوت؟ داخل الفيمورال شيث لا تذكرون، وينطيني برانش اساسي شو اسميه البروفندا ارتري او ديب فيمورال ارتري، ويكمل جوا يكمل جوا يكمل جوا ويعبر فوق عضله شو اسمها؟ اسمها هاي العضلة اسمها الاد دكتور لونجس، اللي هي احد اجزاء الفيمورال تراينجل. تمام خلينا نجي نمسح هاي، خلينا نمسحها حتى نوضح. اوكي وراح بيدخل وين؟ يدخل اكو فتحة شو اسمها هنا، بعدين راح ناخذها من نكمل المحاضرات الجاية بالميديا كومبارتمنت اوف ذا ثاي. اكو فتحة اسمها اد دكتور كانيل، اد دكتور كانيل راح يفوت من عندها، بعدين يدخل الى فتشي هذا يسمونه
يسمونه اد دكتور هايتس. اد دكتور هايتس هم يعني عباره عن فتحه وراها حتى من الاد. هو بالبدايه كله يكون وين؟ يكون بالامام، بالامام مال الفخذ. من يوصل الاد دكتور هايتس وين يروح؟ يروح بوستيريور ويتغير اسمه، يصير اسمه بوبليتيال ارتري، يصير اسمه بوبليتيال ارتري. لان ليش هاي المنطقه هي اسمها بوبليتيال ارتري؟ بوبليتيال ايريا. هذا ما حكي هسه. احنا نشوف انه هو من يفوت جوا الانجوانال ليجمنت وينطيني برانشات، تمام؟ وين يفوت؟ يفوت فوق الادكتر لونجس. بينما التفرع مالته كبير، التفرع مالته كبير راح ازوم لكم. هذا التفرع ايش سمينا البروفاندا فيمورال ارتري، راح يفوت جوا الادكتر لونجس. بينما هو هذا الكبير وين راح يفوت؟ فوق احد، تمام؟ بينما هذا راح يجيب ديب برانش، وهو اطول برانش للفيمورال ارتري اللي شو اسمه البروفاندا فيمورال ارتري، راح يفوت هو بكنيس. اذا هسه انا اجيب لكم ام سي كيو لكم. The muscle that separates the femoral artery to and the deep profunda artery يا عضله، يعني اقول لك باختصار بالعربي حتى اوضح لكم اياها، العضل اللي تفصل لي ما بين الفيمورال artery بين الديب فيمورال artery يا عضله، تعطيك عده عضلات تختارها الدكتور لونج. ويجيك ام سي كيو، يجيك مثلا ترو فولس، العفو، يقول لك الفيمورال artery pass below او inferior للونج لونجس الادكتور لونجس بلا فولس. اللي يفوت below يا هو الديب. اوكي هاي الاسئله. المهم نيجي نقرا على البرانشات مالت. اول برانش، اول برانش شو اسميه؟ هذا وين راح؟ راح على الاليم. اذا شو اسميه؟ superficial iliac artery. تمام. راح ناخذ واحد لاخ منك. هذا راح على جهة البطن، على الجاستريك. إذا شو اسميه؟ superficial epigastric artery. خوش. النبض راح يجيك منها جوا. هذني هذني وين راحت؟ راحت على أعضاء التناسل. تمام؟ إذا شو اسميه؟ superficial external pudendal. وجوا شو يكون؟ يكون deep external pudendal. هذني pudendal يعني معناته رايح على أعضاء التناسل، على منطقة مال هاي مال الأعضاء التناسلية. تمام. انه وراها راح يكمل جوه وينطيني برانش، قلنا لكم هو اهم برانش اللي هو البروفاندا او الديب. هذا الديب راح ينطيك اربع برانشات هو بنفسه. هذني الاربع برانشات شو اسميهن؟ بروفريتين برانش. يعني شنو؟ يعني التفرعات المغذيه. هاي البروفريتين برانش تصير عباره عن خط، يعني سلسله تسوي لك اناستموزس وتغذي لي عضله، عضله اسمها الاد دكتور ماجنوس. ما ناخذها هسه، ناخذها في الميديال كومبارتمنت. المهم انت تعرف، ايدك تعرف انه يعطيك برانش اسمه بروفاندا، وهذا البروفاندا هم يعطيك اربع بروفريتين برانش. تمام. انه وراها ايش ينطيك؟ راح يكمل جوعات. هذا الديب ايش ينطيك؟ ينطيك لاترال وميديال سيركمفلكس، ميديال فيمورال سيركمفلكس ولاترال فيمورال سيركمفلكس. يكمل جوه بعد ايش ينطيك؟ ينطيك هذا الجينيكولار. هذا الجينيكولار له علاقه بمن؟ له علاقه بعمليه البرانشات اللي تطلع من الجينيكولار، تسوي لك ارتيكولار برانش للني. هذا هم اتذكر عليه ام سي كيو، يقول لك كل البرانش من الفيمورال ارتري اللي ينطيك برانشات المن للني جوينت، يا هو تقول له الجينيكولار ارتري. اتمنى تكون هاي واضحه، وانزل لكم اياها. بس نجي نقرا الحكي حتى لا ندوخ. Enter the thigh behind the inguinal ligament as a continuation of external iliac artery midway between the aziz يعني ال anterior superior iliac artery و symphysis pubis IH. It's the main arterial supply of the lower limb. It descends almost vertically يعني هيك. اوكي. بمن؟ adductor tubercle of the femur by the end at the opening and adductor magnus. هاي عضله adductor magnus بها هوايه شغلات ناخذها بالميديال كومبارتمنت ونرجع لها. Above the knee joint by entering the popliteal space. هاي popliteal space هاي المنطقة، بس شنو posterior؟ هاي بقى هاي popliteal space. هسه هاي صورة posterior. اوكي. وشي يكون اسمه من يوصل popliteal area؟ شو اسمه؟ popliteal. هسه نجي نقرا ال relations، يعني شنو اللي يتعلق به او داير مدار. Anteriorly يعني من الامام the upper part شنو؟ عبارة عن superficial غش وسكن. اكيد يعني من قدام ايش عندك انت سكن. اما lower part شنو؟ pass behind the sartorius.
بوستيريور، هاي سارتوريس هنا، هو هيك راح تجي، هو يفوت جواها، تمام؟ يعني اللور بارت مالته يفوت جوا السارتوريس. Posteriorly the artery lies on the psoas, اكيد هاي السوس هنا، وبعد which separated from the hip joint، يعني تفصل لك الارتري عن الهيب جوينت. هسه هذا الهيب جوينت، هسه هذا الهيب جوينت، اوكي، راح تجي السوس هنا هيك، تمام، تفصل لك الارتري عن الهيب جوينت. وايضا اكو باكتينيس، لان هنا سوس باكتينيس سوى اند ذا ادكتور لونجس، صار posteriorly شكو عبارة عن الفلور مال الفيمورال تراينجل. شان عندي الفلور مال الفيمورال تراينجل، شان عندي الاليو سوس، شان عندي البك في الادكتور لونجس. اما الفيمورال فين، اوكي، between the artery and the adductor longus. اوكي، تعال هسه احنا جاي نحكي على الفيمورال فين. هاي الفيمورال فين، تعال بوري. هسه هاي ادكتور لونجس، هاي ادكتور لونجس، لما ادكتور لونجس هاي ادكتور لونجس، وهذا الفيمورال ارتري. اذا هو بيناتهم ما بين الادكتور لونجس وما بين الفيمورال ارتري باختصار. ميديال إله، هذا الفيمورال ارتري، ميديال إله شكو الفيمورال فين. اما لاترال ايش عندك؟ الفيمورال نيرف، هذا الفيمورال نيرف الاصفر، كلش سهل. هسه نجي على البرانش اللي قبل شوي انا شوفتكم اياها على الرسم. اول واحد سوبرفيشال سيركمفلكس الياك، اللي رايح فوق على الالياك. سوبرفيشال ابيجاستريك، رايح على ابيجاستريك على البطن. سوبرفيشال اكسترنال بيودندال، بيودندال اذا هنا، اذا ما دام عندك سوبرفيشال اذا واحد ديب، ديب اكسترنال بيودندال. وعندك اكبر واحد بروفندا في مورس اللي هو يجي منا. هسه راح نجي على البيفوندا، اوكي. وش عندك؟ هذا الجينيكولار، هذا اللي هنا ديسندنت جينيكولار سمول برانش ذات ارايز فروم ذا فيمورال ارتري، اوكي، تيرمينيشن اسيست با 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 سبلايز ذا ني جوينت. اذا يا هو اجاك ام سي كيو يا ارتري سبلايز ذا ني جوينت، تقول له الجينيكولار ان فيمورال تراينجل. ها فيمورال تراينجل، femoral vein lies medial، medial للآترة مهمة، يقول لك مثلا femoral vein medial للآترة للآترة يقول لك medial. In the most adductor canals posterior، أنا بنتم and the popliteal fossa، ها، the vein retain relationship to the artery، يعني يقول لك في popliteal fossa هاي المنطقة مال جوا posterior، صار وين ركبة مالتك بس posterior من الجهة الخلفية، يكون له علاقة بالفين، يعني الآرتي والفين يتداخلون سوا. البرانش هذا راح نجي على البروفندا اللي هو اهم واحد، العفو، بروفندا فيمورس، هو عباره عن لارج اند امبورتنت برانش ذات ارايزن فروم ذا لاترال سايد اوف ذا. هسه هذا اللاترال سايد مال فيمورال ارتري هو يطلع منه لاترال، اوكي. اباوت هاي مالكم ما يجيب لك ارقام، هو طبعا باس ميديال المن بيهايند ذا فيمورال فيسلز اند انتر ذا ميديال فاشيا compartment blah blah blah. هاي كلش مهمة behind the adductor longus. الفيمورال artery أصلا يكون فوق ال adductor longus، بينما ال branch ال profunda مالته يكون جوا ال adductor longus. it ends by becoming شنو fourth perforation، النمو أربعة، ها ها ها، وبعدين ينتهي كاعتبار الرابع. at origin of gift، okay، media and lateral cervix arteries، هذا اللي هنا هيك وواحد هيك. المن هذا اللي يسوي لك anastomosis، المن للهب. فضلت راح شباب، المحاضرة واضحة، لو أعيد شيء من عدها روحت المحاضرة لو لا سولفولي خلصنا، ما يراد لها شيء، بقى بس تعيدون الفيديو من ورقة قلم وتكتبون. خل أشوف البقية حتى عندهم شيء واضح نعيد لهم إياه. خوش حاجة شباب، خوش حاجة، خوش حاجة. ما أحد عنده سؤال؟ حتى لو ما حد عنده سؤال حتى ننهي، فغادي تجاي متأخرة طبعا اليوم.